واحد النهار طارق بنو زياد طلع المنصة هدر مع العسكر ديالو هما يدخلوا الأندلس. حتى أنا كان عزيز عليا نطلع المنصة، ربي استغلني ويردني بحال هكا. أعزائي المشاهدين، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حواراتي. في هذه الحلقة أنا سعيد للقاء جديد مع صديقي المخرج المغربي هشام العسري، الذي استمتع دائما بمشاهدة أفلامه وباللقاء معه للحديث معه، لأن في كل مرة تتحدث مع هشام العسري أو تشاهد فيلما من أفلامه هناك شيء جديد وهناك دهشة جديدة دائما يضعك هشام العسري أمامها. فشكرا جزيلا هشام على تواجدك معايا للحديث معا، ربما سندهش مشاهدينا أيضا بشيء جديد. كيف أحوالك؟ الحمد لله، شكرا لهذه الدعوة، وزعما بحال ديما هو فرح كبير نهضروا على السينما، نهضروا على الفن، نهضروا على حوايج اللي عزيزين علينا. هشام، ما الذي يشغلك الآن؟ على ماذا تشتغل الآن؟ شاهدت أنك نشرت بعض الصور فيها وكأنك بدأت تحضر نفسك حتى تكون مانيكان. خلال هذه الفترة أنا اشتغلت بزاف على الكتابة، يعني مؤخرا خرجت واحد الرواية اللي هي الرواية الثالثة تاعي، وعندي الرواية الرابعة والخامسة اللي هما في إطار الطبع. وأنا أصلا كنكتب بالفرنسية، وهذه المرة غنحاول نديرو ترجمة للعربية باش تكون متاحة لجميع الجمهور في العالم العربي. وكان عندي المشكل اللي كان ماشي مشكل، أنا بعد الفيلم السادس تاعي اللي كان سميتو الجاهلية كان عندي واحد الرغبة بأنني نوقف، ما نديرش السينما باش نفكر في لماذا أقوم بالسينما، لماذا أقوم بأفلام، لماذا أقوم بإخراج، لماذا أقوم بكتابة، لأنها كان واحد طاقة شبابية مهمة بزاف. أنا بديت اشتغال على الكتابة وعلى السينما وعلى الأفلام القصيرة من سن 17 سنة تقريبا، وألقيت راسي دابا أنا في الربعينيات كنحاول نسأل راسي لماذا أنا ما زلت أحب السينما مشاهدتها وفعلها والكلام عنها. كنت محتاج لسنتين تاع التفكير باش نلقى دوافع جديدة باش نكمل ندير أفلام أخرى نديرها، ماشي بالرغبة كطفل، الرغبة كشاب، الرغبة كعاشق للسينما، ولكن الرغبة كرجل بدأ يدخل إلى الكهولة ولا 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 الى سن ولا ولا سن العقل، سن عاقل ان بو. دونك بالنسبه لي كانت مهمه بزاف ناخذ هذا الوقت، ولكن انا شخصيا ما عنديش الامكانيه نجلس غير باش نفكر، خصني ديما نبقى نخدم. يعني خرجت كتب عديده هاد السنوات اللي دازت، منها رسوم، كتاب جرافيك نوفلز، لانني رسام، درت بزاف تاع لوحات اللي كنا عرضنا اللوحات، درت أفلام قصيرة وأفلام تجريبية، ودرت بزاف الكتابة مسرحية، كتابة الرواية، كتابة اللي هي شي شوية مم إكسبيريمونتال، يعني في تجريبية. وحاولت نفكر بأن ما نقدرش، واحد اللحظة بان لي بأن بالنسبة لي كشخص، هذه شوية صعيبة نقولها، ولكن بان لي بأنني ولا من السهل بالنسبة لي ندير أفلام، يعني ولات عندي واحد السهوله بانني ندير فيلم. مهما كان البيدجي تاعو، مهما كان الامكانيات، مهما كان الممثلين، نقدر ندير فيلم ونمشي لبرلينالي ونمشي لمكان اكسترا. دونك لقيت بان هاد السهوله ما مزياناش، يعني كان خصني نراجع نفسي ونحاول نمشي لشي بلايص ونتعامل مع شي قصص اللي هي صعيبه عليا. يعني داك الفيلم الجاي تاعي، الفيلم المقبل، هو فيلم حكاية أكثر من الأفلام اللي قبل منها. كنحاول نكون في القصة، نحاول نكون قريب من الجمهور، نحاول ناخذ بعين الاعتبار شي حوايج، أشياء ما كنتش كنفكر فيها بزاف من قبل، وكنت محتاج هذا باش نتطور. وهنا بدأت واحد المرحلة اللي لقيتها زوينة بزاف، جميلة بزاف، هو مرحلة التدريب من جديد. وفي هذا العام، السنة الماضية وهذا السنة، درت ثلاثة أفلام قصيرة اللي هي ثلاثيه كتهضر على من على 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 الهواجس التوعي، على فين وصلت، على واحد سميتو The Last Arab Movie،
الاسم تاعو اخر فيلم عربي. هما راه متاحين بالنسبه للجمهور اللي كيتابعنا، هما راه متاحين في قناه يوتيوب تاعي الشخصيه. اوكي. واحد سميتو اندرويدز اند زومبيز، وواحد سميتو كرويلتي فري بدون عنف. وهما كانوا افكار حاولت نخدمها هو الفرق بين الفيلم المطول والفيلم القصير، هو اللي الفرق بين الروايه والقصه القصيره. حاولت نشتغلها بواحد الطريقه اللي نكون فيها بزاف الحريه، ناخذ فيها واحد مجازفات فنيه ومجازفات سرديه ومجازفات. لكن خليني اسالك سؤال هشام. انت قلت الان اصبح من السهل علي ان انجز الافلام، خاصه بعد تجربه حوالي 28 24 او 25 سنه من العمل ابتداء من عمر 17 والى الان. وابتدات خلال هذه الفتره بالكتابه للمسرح وللروايه والقصه، لكنك جئت امام كاميرتي وعلى صدرك كلمه اكشن. اذا السينما هي الأساس. أنت قلت أنه أصبحت الآن عندك الدربة والقدرة والمعرفة بالأداة السينمائية تمكنك أن تنجز الفيلم حتى لو كان الميزانية بتاعته صغيرة، لكن المعروف أن الفيلم القصير في العادة هو أصعب بكثير من الفيلم الروائي الطويل. قد يتوقع البعض أن الفيلم الروائي الطويل أصعب من القصير، ممكن أن يكون صعب فقط لتعقد ميكانيزمات الإنتاج ولكبر الفريق اللي يشتغل فيه، لكن أن تنجز فيلما قصيرا جيدا، هنا التجربة الأساسية، هنا المدرسة الأساسية، لأنك مضطر إلى الاختزال. ما يمكن أن تقوله في الفيلم الروائي الطويل بخمس دقائق يجب أن تقوله بخمس ثواني في الفيلم القصير. سألت نفسك أسئلة كثيرة كما قلت لي أنك طرحتها خلال هذه السنتين من التوقف من العمل بعد الجاهلية إلى الآن، بعد فيلم الجاهلية عفوا، حتى لا فيلم الجاهلية بعد فيلم الجاهلية الذي أنجزته في عام 2017 إذا لم أخطئ. توقفت عن العمل حتى تعيد النظر وتبحث عن أجوبة للتساؤلات التي برزت في ذهنك. هل وجدت أجوبة لتلك التساؤلات؟ ما لقيتش أجوبة، لقيت تساؤلات أخرى، لأن أهم حاجة بالسينما تنظن ماشي هو نلقاو الجواب، هو نلقاو المكان اللي فيه السؤال الصح أو الحقيقي. وي مون كوميسار. وعلاش انا؟ كيفاش علاش انا؟ بالنسبه ليا المساءله تاعي شخصيا، حيت كاين جوج تاع الطرق التعامل مع السينما او الفن. كنلقاو المكان تاعنا وكنوقفوا فيه، تمتعوا فيه وتنبقاو نديروا افلام اللي هي قريبه لنا. نعم. تشبه الرؤية تاعنا، مع العلم بأن الأفلام تاعي، أن الأهمية تاعي بالنسبة لي السينما، الأهمية تاعها ماشي هو الواقعية، ماشي هو اختزال الواقع، هو بالعكس هو ما هو متخيل، لا سينغولاريتي، يعني نجيبوا عوالم غرائبية شي شوية قريبة من المجتمعات تاعنا، ولكن فيها واحد الرؤية غرائبية بوسائل السينما، وتنقربوها من الجمهور اللي هو قريب ولا اللي هو بعيد، يقدر يحس بها بطريقة ولا بأخرى. انا بالنسبه لي السينما ما عمرها ما كانت اداه باش نفرحوا الجمهور، هي اداه ديالكتيكيه كنسالوا الجمهور، كنحاولوا نطرحوا عليه اسئله، وماشي بالضروري نجاوبوها هذيك الاسئله، ماشي بالضروري نلقاو الجواب الصح، لان كل شخص، كل متفرج عنده جواب، وكل متفرج عنده الصح في الجواب تاعو. انا بالنسبه لي الفكره هو كيفاش ما نستقرش مكان الحاجه اللي كنتحكم فيها وكنعرف ليها واجيدها، وكنمشيو لواحد لازون، واحد المكان اللي كنلقى فيه خطورات، كنلقى فيه عاوتاني خصني نكتشف طريقه اخرى للتعامل مع الكاميرا، طريقه اخرى للتعامل مع الناس، مع الممثلين، مع الضوء، مع الجمهور، مع ميكانيكا حتى الانتاج، ميكانيكات الانتاج اكسترا. دونك بالنسبه لي مهم بزاف ان الفنان يبقى ديما تلميذ، قديمة تلميذ، لأن الحاجة الجميلة أن كتكون تلميذ، لأن
ديما كتكون الدماغ تاعك والعقل تاعك والروح تاعك والنفس تاعك قابله لتعلم اشياء جديده، وفي هذيك الاشياء الجديده كتبقى ديك الرغبه، ديك لا كيوريوزيتي، كنبقاو الشغف للمعرفه، وهذا الشغف للمعرفه تنحسوا به. صبر على كل شيء من غير الشمته علشان يا نكون دابا غادي توريني داركم فين جات. انا يعني ملي تنجيو تنشوفوا بعض الافلام في بعض اي بعض المرات كنشوفوا افلام كنلقاو واخا المخرجين تاعها شباب ولكن الفكر تاعهم شويه كبير، شيء شيوخ شائخ. وكنلقاو مخرج كاسكورسيز مثلا، مارتن سكورسيزي مازال عنده روح شبابيه واخا في الافلام الاخرى تاعو اللي هو كهل في الواقع، ولكن هذه بالنسبه لي هنا فين كتجلى، يعني كيبقى داك حب والشغف في السينما كاختزال الحياة تاعنا، يعني ماشي احنا كنكونوا خدامين في الإخراج ولا خدامين في الكتابة، احنا هذه الحياة تاعنا، الكتابة كل نهار والتفكير الهواء الهاجس تاع الإخراج في الفضاء في الموسيقى في الصوت هو تعيش معنا، وخما تنديروش الأفلام وخما كنصوروش كل نهار كتبقى عايش هذيك السينما كل نهار. أنا بالنسبة لي علاش كنسكن في كازابلانكا، علاش عايش في كازابلانكا، علاش انا تزاديت في كازابلانكا، ولكن كان اختيار تاعي بانني نستقر في هذه المدينه لانها استوديو مفتوح على الهواء الطلق وفيه بزاف الحوايج اللي جميلين خصنا كيفاش نصوروهم، كيفاش نكونوا في البلاصه تاعهم، كيفاش نستغلوهم. وملي كنجي تنكتب السيناريو تاعي كنحاول نقرب من ديك الشاعريه، نقرب من ديك واحد النوع من الهمجيه اوسيل، لان في المدن تاعنا كاين واحد النوع من الهمجيه اللي هي نقدروا نحكموا عليها من منطلق المجتمع ولا كمواطنين، ولكن كفنانه كتكون عندها واحد الطاقه زوينه بزاف. نفكروا في مخرجين كبار انا بالنسبه لي اللي هما مهمين كيتعاملوا مع الكاميرا بحال جودوروفسكي ولا دافيد لينش، كيتعاملوا مع السينما مع الكاميرا كآلة لاقتناص نبضات لا مرئي او لا مسموع او شيء اللي الانسان العادي واخا تيشوفه واخا تحط عليه عينيه ما تيشوفوش. دونك انا بالنسبه لي مهمه بزاف نكونوا في هذا التطرق اللي هو سنسوريال. مالي يديك خفيفه؟ سميتك طارق وكتشطح فوق الكوارو. طارق بن زياد راه ما كانش لوبيا. انا راجل. شنو انا راجل دوي، واش بغيتينا نقطعوا لك يدك؟ بالبدايه لما قلت انه هناك دائما دهشه ما يخلقها عندك مشاهده فيلم من افلام هشام العسري، والدهشه قادمه ايضا من الرؤيه المختلفه المغايره لما يمر امام ناظري المشاهد أو الكاميرا أيضا. هشام أنت تستخدم المكان، الآن تحدثت عن المكان، عن الدار البيضاء، عن تستخدم المكان كبطل أساسي في الفيلم، وغالبا ما يكون هذا المكان خادش، ليس فيه استدارات وإنما فيه أجزاء مدببة. الآن وإحنا نتحدث مع بعض سمعنا صوت انذار واحدة من السيارات اللي يمكن فتحت بشكل خطأ أو حد حاول أن يسرقها أو شيء، وكنا وكأننا في واحدة من مشاهدك أنت بأفلامك اللي ممكن أن الحدث فعلا يفاجئ بشكل غير منتظر. بالإضافة إلى المكان الخادش، أنت عندك الشخصيات أيضا خادشة، شخصيات سواء بأدائها بأزيائها بنظراتها وبصوتها أيضا، هناك دائما حشرجة جارحة خادشة في غالبية أصوات الممثلين الذين يؤدون معك، بالذات حسن
ومالك خميس اللي الاثنين اصبحوا مثل الايقونات في 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 عملك، كيف تتعامل مع هذين العنصرين المكان والممثل؟ بالنسبه لي التعامل مع القصه او الحكي، ما هو محكي، لان هو كيفاش كنصور واحد الشخص اللي هو مضطر تلف، يعيش حاله تلف في فضاء ما. والقصص اللي كان الافلام سته، الافلام سته اللي قمت بهم لحد الان، النهايه، هم الكلاب، البحر من ورائكم، ضربه في الراس، الفضاء فيها عنده مشكل، كاين اشكاليه الفضاء، لان الشخص ما كينتميش للفضاء، وبالتالي كتكون قصه بيناتهم. قبل ما تبدا القصه تاع الفيلم كاينه قصه بين الشخص الاتي من مكان والفضاء اللي كينتمي الى واحد المكان اخر، وتتخلق بيناتهم مشكل، وهذا المشكل هو بالنسبه لي مهم للعين، لان نقدر نحكيو قصه سهله قريبه من الناس، قريبه الفهم، ولكن الاحساس تاع الناس ما خصوش يكون مبسط بالنسبه لي. الحاجه الثانيه هو انني كنفكر بزاف في هوميروس، في الحكي الإلياده والأوديسا، تنظن بان الفضاء والاحداث التاريخيه عندها الاهميه، بحال الشخص، بحال إيليس وهيركيل، وهذوك الشخص عندهم واحد الشحنه دراميه مهمه بزاف، وخصنا نعرفوها باش نفهموا القصه، وبالتالي كيكون تداخل بين الاحداث، ما تيكونش تبسيط، يعني شخص كيهضروا بيناتهم كاين حوار بين شخصين على شخص ثالث، وكنفهموا القصه لان الحوار كيشرح لنا كاع القصه. انا ما تتعجبنيش هذه السينما، تنظن بانها سينما، انا كنسمى السينما تاع الراديو، يعني في كل شيء في الحوار، ولكن تنفضل، وهي صعوبات لاننا في العالم العربي ولفنا تقريبا، كاين داك الارث تاع السينما اللي فيها الحوار هو المسيطر، قليل فين تيكون التعامل مع الكاميرا كآلة لجس النبض، كآلة ديتيكتور دو مونسونج، لجس الكذب، ما كنتعاملوش معها، كنتعاملو مع الكادر، خصو يكون جميل، ما كنتعاملوش مع الكادر، خصو يكون كيحطنا في مناخ، يعني في اتموسفير، كنتعاملو مع وهذا كاينين دي مود، يعني كاينين مودات كل واحد كيتعامل معاهم. انا بالنسبه لي ضروري خصني نسال الفضاء، ونسال الشخص، ونسال القصه، ونسال الكاميرا، ونسال راسي، وتوظيف الموسيقى، وتوظيف الصوت. وتنظن بان شخص ملي تيكون عنده، يعني في اغلبيه الافلام تاعي ما كتكونش الموسيقى التصويريه، كنحاول نخدم بالاصوات، تكون ما يسمى بالساوند ديزاين، يعني الساوند ديزاين هو الاصوات اللي هي في الفيلم، ولكن بواحد طريقه تاع الميكساج، واحد طريقه في التعامل مع الفضاء، مع الزمان، كتولي نوع من الموسيقى، وهذه الموسيقى قريبه من الموسيقى اللي ماشي لحنيه، كتكون موسيقى اللي كتحطك في واحد المناخ اللي شويه مزعج، اللي شويه هي كتجيب لك الاتموسفير، ماشي غير بالضوء، لانه ولفنا بان الاتموسفير هو بحال عند فريتز لانج، الضوء والمثلثات واللومب والظل في الحائط، والسينما السورياليه بحال هكا. تنظن بان الصوت هو عنده واحد القيمه بزاف باش نحط الشخص في واحد الفضاء، يقدر يكون فضاء باش يزعجو، يقدر يكون فضاء باش ينعسو، يقدر يكون فضاء باش يفيقو. دونك انا بالنسبه لي مهم بزاف هاد العوامل، هاد العناصر كلها تكون مخدومه بتجانس، يعني بحال شي ضفيره، بحال شي شعر، كاين واحد باش نديرو ضفيره جميله خص يكون عندنا نفس القيمه، كلها الشعر، شويه الشعر نفس القيمه، باش نخلقوا واحد الحاجه اللي هي عندها قوه، يعني صحيحه، او ميم طون عندها معنى، يعني المعنى تاعها هو اننا القصه كتكون كتهضر على السوداويه تاع العالم، ولا كتهضر على شخص مقهور، ولا شخص عنده حلم بغى يخرج من واحد السوداويه باش يمشي للحلم، اكسترا. وهما لي تيماتيك، زعما التيمات اللي هي بسيطه، ولكن في التعامل تاعها تنظن بان انا ما تنخافش نمشي للفضاءات اللي ما مشاوش ليها الناس اخرين، مخرجين اخرين، خصوصا في العالم العربي، وخا العلم انني ماشي ضروري نكون غير في العالم العربي. انا بالنسبه لي السينما هي امه، هي دوله تاعي، بلا ما نقولوا السينما العربيه ولا السينما ماشي العربيه، خصنا نخدموا السينما كاننا من نفس
الشعب ستانلي كوبريك ولا كوروزاوا ولا اوزو، ولا ضروري نكون عندنا هذا الطموح هذا باش نقدروا نحققوا واحد الطفره في السينما تاعنا، ما نكونوش خاضعين غير المجتمع تاعنا، ما نكونوش خاضعين غير لما هو كوميرسيال او تجاري، نقدروا نخرجوا حاجه تجاريه وحاجه ماشي تجاريه ونخلقوا واحد المزيج اللي هو زوين. لان السينما بالنسبه لي لحد الان مازال كتبقى فن، وخا صعيبه وخا كتدخل فيها التجاره بزاف، ولكن الافلام اللي مهمه بالنسبه لنا هي افلام داخله في اطار الفن. انا هاد السيمانه عاوتاني عاود تفرجت في الفيلم تاع كلانت ايستوود The Unforgiven، انتاج سنه 92، فيلم امريكاني ويسترن في كلانت ايستوود، دارته وارنر برادر، ولكن هو فيلم فني لان كيطرح مشكله، عنده واحد التيماتيك، كيخدم على الموضوع تاع البطل في الافلام الويسترن، كيحاول يعطينا واحد الدراسه فلسفيه تقريبا على شخص البطل، يعني بحال جوزيف كامبل كيعطينا تحليل شنو هو البطل، منين كيجي وعلاش كيجي وكيفاش وشنو تطورت وشنو هو الناس حيت تفرجوا بزاف في الويسترن، يعني تعرفوا بان البطل هو هذا واللي ماشي بطل الشخص اونتي ايغو هو هذا، وكاين صافي بحال هو خدم على هاد الميكانيزمات هذا لانه عارف الجمهور وعطانا هذا الفيلم اللي انا تنشاهده كل مره في العام، يعني ملي خرج دابا راه شفتو شي 15 مره، اكثر من 15 مره، وانت كنحاول نشوفه مره في العام وكل مره تنشوف حاجه جديده.